السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. بداية المشاهدين الكرام، حمل مراقبون وناشطون الحكومات المتعاقبة مسؤولية التلكؤ في إنجاز مشاريع القطاع الصحي في العراق، ويعاني القطاع الصحي العراقي من الإهمال وسوء الإدارة والفساد الذي نخر كل مفاصل الدولة العراقية. وأكد المراقبون أن ما يخصص من أموال للقطاع الصحي في العراق لا يصل ولا يستخدم بشكل صحيح للنهوض بالواقع الصحي المتردي في البلد، كما أن تلكؤ إنجاز مشاريع الصحة وتردي النظام الصحي في المستشفيات الحكومية أنعش القطاع الصحي الخاص الأهلي، وأصبحت هذه المستشفيات الأهلية أشبه بمشاريع تجارية على حساب صحة وسلامة المواطن العراقي، طبعا من دون أي مراعاة للضوابط التي تنشأ عليها تلك المستشفيات. إلى جانب ذلك، وبحسب أحد المواطنين، فإن هناك مشروعا لمجمع طبي يضم 7 طوابق و400 سرير متوقف عن العمل منذ 6 سنوات، وهو بجانب مستشفى البصرة العام في محافظة البصرة، من دون أي متابعة واهتمام من قبل الحكومة المحلية أو دائرة صحة المحافظة. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام من محافظة البصرة. أخوان السلام عليكم، هذا اللي قاعد يشاهده هذا هو مجمع باطني يضم 7 طوابق 400 سرير، هذا ملحق ضمن مستشفى الجمهور البصرة العام. هذا العمل متوقف به صار لأكثر من 5-6 سنوات. هسه المشكلة ما نعرف، المقاول أخذ الفلوس وشرد، العمل مسحوب، عكو أسباب. المشكلة الحكومة المحلية ماكو متابعة منها، وزارة الصحة ماكو متابعة، مديرية صحة البصرة ماكو متابعة، نواب البصرة ماكو متابعة. ليش يا أخوان؟ هذا كونان يتعلق في حياة المواطن، كونان مجمع طبي بفائدة للمواطن البصري ما حد يتابعه. ليش هاي وضعيته؟ شوف الشيش شلون مزنجر ومتهالك. ليش هاي الوضعية؟ ليش؟ ليش ماكو متابعة للمجمعات الطبية الحكومية؟ ليش؟ نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر. مواطن أو مواطنون من محافظة ذي قار رفعوا جملة من المطالب إلى دائرة الصحة في المحافظة للمطالبة بمعالجة المشاكل في الواقع الصحي المتردي في محافظة ذي قار، ولوحوا بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. دعونا نشاهد. يا الله السلام عليكم، رسالة لأهل ذي قار، هاي مطالبكم، مطالب أهل ذي قار مركز مدينة وقضية ونواحي، هاي المطالب كلها بهذا الملف راح نقدمهن المدير الصحة، والمهلة منا الورقة 40، منا الورقة 40 تكون أبناء ذي قار كلها بباب الصحة. إذا ما تفتت هاي المطالب، هاي مصلحة عامة، وراح ننشر لكم المطالب كلها. المطلب مطالب عامة أكثر من 100 مطلب، إضافة إلى 21 وحدة إدارية متوسعة على الأقضية والنواحي. كل قطاع موجود يعاني من مشاكل في كل قضاء موجود عندنا وفي كل ناحية. المطالب بالكامل اللي دا ندعو دائرة الصحة ذي قار والمحافظة ومجلس المحافظة وكافة المسؤولين الحكوميين سواء على المستوى المحلي أو الحكومي بتنفيذ تلك المطالب، وسيكون لنا رد آخر ما بعد الزيارة. طيب، نستعرض الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. محمد يقول: والله صار لي شهر من سوينا عملية للدكتورة إلا بالمستشفى الأمل، وإذا بالحكومي انتظري لما يوصلك السرة، يعني إذا مو موعد يتأخر تموت، إذا مو موعد يتأخر تموت المرة وبعد سراها، يعني تقصد عن حالة مرضية تنتظر. رائد يقول: أني وحدة من الدكتورات بالشطرة،
حولت أهلي لمستشفى الرحمن بالناصرية، والله كلفت العملية هي والعلاج والخدج 2,000,000 دينار. ضياء يقول حسبي الله ونعم الوكيل، الفقير شنو ذنبه؟ لدينا تعليق من أبو أمير يقول والله عمي كارثة بس المن نحكي. تعليق لدينا أيضا من إبراهيم يقول الله يساعد الفقير ويكون بعونه. وضمن التعليقات من مصطفى يقول 1,500,000 والتخدير والعلاج اللي ينصرف داخل صالة العمليات هي المريضة تشتري وتدخل للعملية، زائدا إكراميات بعد العملية للمساعدات. كانت هذه بعض التعليقات مشاهدينا الكرام. نذهب الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود بعد ذلك أيضا لاستقبال بعض المتصلين، ثم أيضا لمناقشة الملفات الأخرى. ابقوا معنا. لماذا أصبحت ليبيا ساحة لتصفية الحسابات بين القوى العظمى؟ ما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في توفير معدات وتدريبات لوكالات إنفاذ القانون في الدول الشريكة؟ وهل أمست ليبيا موطئ قدم لروسيا بالتنسيق مع خليفة حفتر؟ هذه المحاور وغيرها سنبحثها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان صراعات القوى العظمى تهدد استقرار ليبيا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت الأخ هنا محضر لمطالب، أي وقال المطالب بعد الزيارة إذا ما تنفذت، يعني أولا نعم. هي زيارة بعد 50 يوم، وش لها علاقة الزيارة خروجك إلى الشارع؟ يعني أنا ما جي أفهم. أنتم مو تقولون الحسين طلع للإصلاح وطلع للثورة وطلع للعدالة، تخبر أنت شو وقت تطلعون؟ وش له علاقة الزيارة؟ يعني ما جي أفهم. هو استوى محرم صار له 5 أيام، وإذا تريد تنتظر للزيارة يعني بعد منها 50 يوم، هاي إذا طلعت، يعني إذا طلعت. طيب هو هذا الشهر حرم فيه القتال، عجبه حرمت فيه مطالبة بحقوق الناس؟ نعم الصوت ما جاي اسمع زين. أقول لك يا أبو علي، شهر محرم حرم فيه القتال، لكن هل حرم فيه المطالبة بالحقوق؟ ما أفهم أنا، يعني دولة ما فهم عليهم. شو له علاقة أنت تطلب حقوقك؟ تنتظر تخلص الزيارة. بابا الزيارة بعد 50 يوم، بعد 50 يوم، 5 أيام، 60 يوم، بعد شهرين، وأنت شو لك علاقة بدولة يضحكون عليكم عمي؟ لو بعد 10,000 يوم ولنفترض، نعم مثل ما تفضلت، لنفترض يا أبو علي أنه انتهت الزيارة وانتهى شهر محرم وعاد العراق إلى طبيعته، الحياة رجعت إلى ما كانت عليه، هل راح يتغير شيء؟ يعني هذه الدعوات والمناشدات والتحذيرات للحكومة والتهديد بالتصعيد اللي دي يصير في بعض المحافظات، هل الحكومة تنظر إلى هؤلاء نظرة جادة بجدية أن هم ممكن فعلا يصدر منهم شيء؟ وإن صدر، هل تعتقد بأن الحكومة تهتم، عندها آلة قمعية وتسلطها على هؤلاء؟ وبالتالي هنا السؤال يا أبو علي، شلون اليوم بالعراق المواطن العراقي يقدر يأخذ حقه؟ كل شيء يقدرون يسوون. أنا حتى بعض اللي يعتبرون نفسهم يعني ينسقون المظاهرات، أنا بعضهم مو كلهم، أنا شاك فيهم حتى ويا الميليشيات يبنجون الناس يضربوهم أوبر تبنيج. دولة خلي يطوهم كذا وظيفة راحين يرجعون للبيوت، مثل ما على الركابي وغير على الركابي. نعم كل شيء يسوون أخي. ما دولة الميليشيات اللازمين العراق لعصابات، دولة يشوفون هذا شعب، يعني شعب خلاص تعود كهرباء ما عنده، مستشفيات ما عنده، كرامة ما عنده، إنسان خلص تعود. طيب قبل يومين ثلاثة انتشر مقطع سيدة عراقية دا تصور
احد الشوارع في العراق من مداخل بغداد، صورات تقول شوفوا التبليط، شوفوا الاعمار، اللي يقول محمد الشاع السوداني ما دا يشتغل، لا دا يشتغل، غير العراق ودا يسير العراق نحو الافضل. احنا اليوم في حلقتنا دا نناقش بالملف الاول القطاع الصحي العراقي. محمد الشاع السوداني لما استلم الحكم ذهب لزياره مستشفى الكاظميه التعليمي، والتقى بالكادر هناك وشاف الخدمات السيئه وشاف الوضع السيء، وقال الله لا يوفقني على هالخدمه، الله لا يوفقنا على هالخدمه. طيب السؤال هو، هاي المرأة العراقية وغيرها من بعض المواطنين العراقيين اللي انخدعوا بالشوارع المبلطة اللي هي من أبسط أساسيات أي بلد في العالم، اليوم السؤال وينهم عن انتقاد الحكومة على المستشفيات المتهالكة؟ لو عندهم فلوس دي يروحون للأهلي وما مكترثين لوضع بقية العراقيين. لا هم هي من الصور، هي وأمثالها دول كلهم تابعين للأحزاب أستاذ محمد، تابعين للميليشيات. حتى لو لنفترض ما تابعين، لكن هاي العقول اللي لا تزال تؤمن بهذه الحكومات، هو تابعين لهم. أخي أنت إذا ما عندك، ها إذا ما عندك ومظلوم، ما أعرف شنو من عقلية أنت تجي تدعمهم ويعني وراضي عليهم. أنا ما بيأسهم. نعم. هي واحدة من اثنين، يا أما أنت مظلوم ها وأنت ساكت عليهم، يا أما أنت مدعوم عندهم وعندك رواتب من عندهم، وبل أنت يعني عندك شو اسمه، هم يعني هم جايين لك اطلع بالشارع صور وكذا، هاي لا أكثر ولا أكثر. وبعدين هو هذا طموح العراقيين اليوم، شوارع مبلطة بس، ويا ريت له على وفق المواصفات العالمية. يعني هذا اليوم اللي وصلنا إليه بعد 21 سنة، الناس دا ترسل أقمار صناعية إلى الفضاء، ستلايتات، سيارات كهربائية، دول أصبحت لا ورقية، ودولة عربية قريبة من عندنا اللي هي الإمارات صارت دولة لا ورقية كلها بالتكنولوجيا وبالتطور، وإحنا اليوم بعدنا فرحانين أنه تبلط لنا شارع؟ ما أعرف الله، ما أعرف بالنسبة لنا دخنا يعني، ويا هذا الشعب اللي ساكت، وليش وقت ساكت وإلى متى ساكت؟ ما وصلنا الى حل ويا هذا الشعب. هو ضار، هو يحب الذله والاهانه يعني. هذا الشعب ما راح نعمم بالكلام قطعا، مو تعمم بس 90%. طيب انا اسال هنا السؤال، اذا كان الشعب بجزء مغيب، ما هو دور الجهات المعنيه بتثقيف وتوعيه الناس؟ الجهات اللي تصدر نفسها على اساس انه هي وسطيه، الجهات اللي تقول احنا ما ندعم الحكومات والاحزاب الفاسده، ودليل على او مثال على هذا هي المرجعيه في النجف. المرجعيه اللي رفضت رئيس ديوان الوقف الشيعي اللي رحب بالحكومه واثنى على الحكومه وعلى البرلمان والعمليه السياسيه، وطلعوا شخصيات من المرجعيه وقالوا هذا يمثل نفسه، هاي زله، هذا شخص ارتكب خطأ بمدحه للحكومة وللبرلمان من على المنابر الحسينية الموجودة في النجف وكربلاء. المرجعية لا ترضى بهذا الكلام. طيب إذا كانت لا ترضى بهذا الكلام، لماذا لا تحث الناس المغيبين على أو تثقفهم وتوعيهم على هذه الحكومات وطريقة الخلاص منهم وطريقة البحث عن الحقوق وطريقة تنظيف هذا البلد من الفاسدين؟ شنو دورها لعد؟ قال محمد كل اللي يقول المرجعية لا ترضى على هذا الكلام هو مطبل لهذه المرجعية. هي مرجعية أسست هذه الأحزاب الفاسدة وتدعم لهذه الأحزاب الفاسدة، المرجعية بالنجف وكربلاء وكلائهم كلهم زين، وحتى المعممين هم مشتركين مع هذه الأحزاب الفاسدة حتى يسرقون وينهوموا وطبعاً يعطوهم النسبة الأكثر إلى هذه المرجعيات. طيب أشكرك شكراً جزيلاً سيد أبو علي من لندن، شكراً للمشاركة. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. طبعاً أحد الناشطين انتقد الفساد في منشآت التعليم في المشاريع الغير أو غير المنفذة في محافظة ذي قار. طبعا من ضمن هذه المشاريع هي مدرسة المؤمل المختلطة في قضاء الرفاعي طريق أبو الماش في قرية عبد الهادي الخير الله، اللي لم يمضي على افتتاح هذه المدرسة أكثر من سنتين. المدرسة الآن آيلة للسقوط بحسب ناشطين وشهود عيان.
وتم إخلاء 4 صفوف من هذه المدرسة من أصل 12 صف في المدرسة بسبب تشققات في جدران الصفوف الدراسية. يعني المدرسة لم يمضي على إنشائها وبنائها أكثر من 2 سنين أي للآن للسقوط. ترى كيف سمح للمقاول أو المهندس بالبناء؟ من الذي أشرف على الإعمار؟ ما دور وزارة التربية في هذه العملية؟ لماذا لا يوجد محاسبة للمقصرين؟ هذه كلها أسئلة تطرح دائما من داخل الأوساط العراقية. دعونا نتابع هذه اللقطات مشاهدينا الكرام. فساد بالمدارس في محافظة ذيقار. هاي مدرسة المؤمل قضاء الرفاعي، هاي تأسست 2022 من ضمن مشاريع تنمية الأقاليم. شوفوا الصف هذا شلون، هذه هاي المدرسة طبعا طلابها، هاي حديث تأسيس. طبعا نقول فساد اكو مشاريع محافظة ذيقار، ما حيصدق. خلينا نروح نصوركم ساحة المدرسة. طبعا هاي المدارس، هاي شوفوا المدرسة حديثة الإنشاء، الأركان كلها تفطرت، الأركان مال المدرسة كلها تفطرت. هسه إذا أريد نصوركم خلفيات المدرسة راح تتفاجئون ليش مدارس محافظة ذيقار يعني ما تخضع مراقبة من وزارة التربية، من تطول مدرسة المقاول، وهاي المقاول يشتغل على كيفه، يقول لك يلا ما حد يراقبها. هاي عندنا طبعا قضاء رفاعي، اكو مدرسة هم وقعت. السبب شنو هو؟ السبب الفساد. ها شوف مفطر هذا، عطى الشعبة الثانية هذا، شوف هذا حتى مخلين حاجز عليه. ها خلي يشوفون هذا حديث الانشاء محافظة ذيقار. محافظة ذيقار اسكر كذا الهاتف، خلينا نوصل رسالة من هنا. تعال هنا بحبيب. هاي شوفوا، هاي مدرسة حديثة الإنشاء 2022 فتحتوها قضاء رفاعي، مدرسة المؤمل فرد الكاميرا. هذا شوفوا شلون، هذا هاي سببه صف، هاي مو ماشي مدرسة، هاي سبايك حتى ما حد يقول لك هاي مو حديثة الإنشاء. شوف شوف الفطر، مدارس محافظة ذيقار، انتم تأسسون مدارس محافظة ذيقار، هاي نتائج الفساد، هاي نتائج الفساد. حتى واحد يقول لك هي شيء، نروح داخل الركن الثاني، نروح داخل الركن الثاني. شوف الحذل للمناطق الزراعية مضبوط، وهذا من ديكم لا بيشتغلوا عليه حذل، بيشتغلوا تفوه من طريق المشاريع الريفية. طبعا هاي من عن بكرة تربية دائما دائما فترة. هاي رسالة وزير التربية هيئة النزاهة محافظة ذيقار. هاي المدرسة هاي شوفوها، هذا ركن ثاني، ركان 4 فطرة. مدرسة تعصب هي. هاي وتوكم الشغلية، شوفوا شو الخاطر هذا، شوف الأساس شلون نازل الأساس. حتى واحد يقول لك منين فر، شوف الأركان 4 فطرة، نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا وننتقل إلى مقطع آخر. يشهد ملف الأبنية المدرسية إهمالا كبيرا منذ 2 عقدين من الزمن، حيث أحيلت الكثير من المشاريع للشركات من أجل تنفيذها وتحولت إلى متلكئة ومضت عليها سنوات دون فتح تحقيق بشأنها. في هذه الأثناء وثق أحد المواطنين من قرية العواليين جنوب مدينة السماوة في محافظة المثنى، وثق مشروع مدرسة لم يكتمل بناؤه منذ 11 سنة. دعونا نشاهد. نستعرض تعليقات مشاهدينا التي وردت بشأن هذين المقطعين. حيدر يقول بكل محافظة موجودة العشرات من هاي الهياكل. تعليق من سعد كريم يقول هاي بركات الروتين والفساد. ضمن التعليقات لدينا كذلك من ياسين يقول طبعا سرقوا أموالها وتركوها. في تعليق آخر من مؤيد يقول المقاول استلم الفلوس
ووزع الحصص للمحافظ والمجلس والباقيين وراح. طيب تعليق من علاء يقول: متانين نور زهير يرجع الفلوس ويكملوهن. نور زهير اللي متهم بما يسمى سرقة القرن تم إخلاء سبيله، تم إخلاء سبيله. سيوفي يقول: إذا توقع على الطلاب منو يتحمل المسؤولية؟ ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. قال خبراء بيئيون إن المياه في العراق ملوثة بشكل كبير بحسب ما أكدوا، وأوضحوا أن النفط ومياه الصرف الصحي والمخلفات الطبية ترمى جميعها في الأنهر. ولفتوا أن العراقيين يشربون منذ سنوات مياه ملوثة بالنفط والصرف الصحي، مبينين أن جميع الحكومات فشلت في إيجاد معالجات لمشكلة التلوث، تلوث المياه التي باتت مصدرا أساسيا لأمراض عديدة يعاني منها كثير من العراقيين، رغم الموازنات المالية الانفجارية التي تقرها الحكومة على مدى العقدين الماضيين. وأضافوا أن نسبة تلوث المياه في العراق تزداد كل عام مع ازدياد الزيادة السكانية طبعا أو أعداد السكان، وتراجع خدمات الشبكات تصفية المياه، وازدياد المخلفات النفطية والطبية والصرف الصحي التي ترمى جميعها في الأنهر بشكل مستمر. في مقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أظهر سيارة لنقل مخلفات الصرف الصحي تفرغ حمولتها في نهر العشار بمنطقة الساعي في محافظة البصرة. دعونا نشاهد. مستمرون مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. دعونا نتابع في هذا المقطع الذي تم تداوله أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي عملية رمي مياه المجاري في النهر الواقع في حي الخضراء بمركز محافظة البصرة، لنشاهد. لا ينتهي الحال عند هذا المقطع بل يستمر إلى مقطع آخر، إذ وثق أحد المواطنين الحال الذي وصل له أحد أهم الأنهار الرئيسة في قضاء الشط العرب، وهو نهر أبو الزوري، حيث كان مغذيا للأراضي الزراعية، وبعد الإهمال اندثر وأصبح مكبا للنفايات وسط تساؤلات عن دور الأنظمة الرقابية ودائرة الزراعة في معالجة هذه الكوارث، لنشاهد. من المناشدات والتواصيل بالحكومة، بس أنا أقول إن عيب، والله العظيم عيب. يعني ناشدنا الحكومة، ناشدنا مجلس محافظة البصرة، ناشدنا الخيرين، يعني ناشد من بعد، وأنتم أديتوا اليمين الدستوري وحلفتوا بالقرآن بأن عاهد الله والوطن والشعب، هذا حال الشعب. يعني هذا نهر بزوري يلحقون مشين عليكم العباس الفاضل، والله العظيم الوادي ما راح تموت. زين تعالوا كرون الضفوس ولا تارة باع. يعني هذا الواحد يعقلها بين هاي البصرة هاي الفيحة. عمي انتم صاير بيكم ما تحجون ما تحجون. بالعباس مليلي تفضل وانكب يا راي يا بلديه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونكم شلون عايشين؟ من عباس ملينا وتمرضنا من وراء النهر هذا. سلام الله حياك الله. لو يكرونه وينظفونه ويفتحونه منا الريحه. شلونكم بالريحه؟ الريحه تموت. وجلدي هاي جلدي لا تحسها ويا انا عايشه ودعتك. يعني الناشد من بعد دعتك فيك مره كروه ها
كراوش فتحوا منا لا منا ظل عن نفسه ظل منا كسبنا جسر مسدود مسدود ومنا مسدود يعني هسه بس نعتبره يعني مياه مستنقع هيك مستنقع مال ناشد الحكومه ناشد مجلس محافظه البصره يلحقوننا راح نموت والله العالم التذت بحق الحسن ها الصيف بطه هاي كلها غازات ماكو متنا هنا متنا الريحه تكتل والله وقت الله ناشد من بعد ما خلينا واحد ما راشدنا زين نتمسك بس عد العيداني والمحافظين بعد شو يسووا هذا امرنا الله كريم ها تفضل طيب نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. غسان يقول ما أعرف مديرية الزراعة والري شنو شغلها بالبصرة، كل أنهر البصرة بهذا الحال، ذولا منو يحاسبهم لو يراقبهم غير المفروض المحافظة لو مجلسها لعد شنو يشتغلون. تعليق من علي يقول بعد اصبر لأيام يطمونه ويصير قطع أراضي مثل شارع النفط في أبو صخير بالقرمة. أبو حسين يقول لو أكو بلدية ترفع النفايات من الشوارع ما صار النهر كل النفايات. والنقطة الثانية مسدود من جهة الشط، يعني المد والجزر ماكو، الفيحاء ماكو بيها مجاري مثل المعقل وغيرها. أبو مؤمل يقول والله مجرد تنظيف بشكل صحيح ورفع البوريات اللي طالعة النهر من البيوت ترجع الحياة للنهر. عدنان يقول قبل السرطان بالعراق يذكر أن هناك شخص مصاب في مكان ما، اليوم العراق صار الوباء فيه منتشر، هذا كله بسبب القذارة اللي ترمى في مصادر المياه، لا توجد رقابة، العراق في حالة موت سريري منذ 2003 إلى يومنا هذا. وتعليق من رعد يقول مجرد مصادرة الآلية لحساب خزينة المحافظة وسجن السائق على الأقل 5 سنوات الكل سيهاب القانون ولا أحد يكررها. خلونا نسمع رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل سيد أبو عبد الله حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا هذا من البصر عي ناشد على كريمة النهر. أي. قل له سعد العيداني ليش النهر ما تجامع عمرها ما بيت كم سنة ما بيت كم 100 سنة ما بيت كم 1000 سنة. جاب يوم وليلة شالها. هاي عم نوجهتها إيران قالت له هاي المنارة شيلها. هاي شغلة للشعب العراقي بس أرجع وأقول بالعافية على الشعب العراقي. لان احنا انا واحد من عندهم لان احنا عروح ننتخب هذول النماذج القذره الجوي ضد البلد جوي مصالح خارجيه في سبيل تاذي العراق وتاذي البلد العراقي. طيب هو يعني نسال سؤال للاخوه اللي كانوا يناشدون بالمقطع، يقول الناشد الحكومه او الثاني يقول احنا ما بقينا احد ما ناشدنا. السؤال هو منو السبب اللي وصل البصره على سبيل المثال الى هذا الحال اللي وصلت اليه اليوم؟ احتراماتي للشعب البصري لان هم طبلوا للعيداني وغير العيداني وغير العيداني. يعني انت تقول مريض فاسد انت عجب الافسد، يعني روح العيداني يجي الافسد. يعني الكاظمي من طلعوا عليه شغلات فساد اداري وفساد اداري زين شو ما شفنا محاكمه ال نعم رئيس الوزراء قبل محمد الشاع السوداني والقبله 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 نعم شو ما حاصلتهم. زين احنا من ناشد عمي لا تناشد، قل له اسكت لا تسولف لان يشيلوك والتهمه مالتك موجوده 4 ارهاب او باكي. يعني راح يظل المواطن يناشد ويناشد يناشد من تسبب بالمشكله؟ يعني هو الاخوه دا يناشدون يمكن بالاتجاه الخطا اذا ممكن يقيمها البعض، لانه بالنهايه انت تناشد السبب السبب بالمشكله، يعني اللي سبب المشكله راح يعالج لك اياها. هو بسبب فساده وبسبب الفشل في إدارة المحافظة أدى إلى أن محافظتك اليوم واحدة من أسوأ المحافظات العراقية. تتوقع يقدر يجي اليوم أو يريد يجي اليوم ويعالج المشاكل اللي هو كان السبب فيها؟ ما يعالج كل شيء، ما يعالج كل شيء. يعني هو أبو السبب، هو جاء للمحافظة. يعني شلون يعالج لك؟ شو يعالج لك؟ أكو عمي هذول شلون عمال الخدمة؟ خدمة ويشتغل جوا ايدين ايران. سوي كذا. نعم. سوي كذا عايشوا مثل ما يريد. نعم. طيب الحل شنو يا ابو عبد الله اليوم؟ الحل اللي يقوم هذا الشعب النايم يقوم ضد هذول الفاسدين يلا يصير حل. يلا يصير حل ولو هذا الشعب ماكو ما يقوم، لان مع احتراماتي للشعب ماكو
خلوا لهم الكبسه والكريستال وسموه عاد ناس هسه تجيها ماكو دايخه مفطوره من دل الدربه الشجي من الغربي. ما نفقد الامل ان شاء الله، لكن بالنهايه يعني هناك سلبيات كثيره نعم داخل المجتمع العراقي، نحتاج الى من يوعي ويثقف هذا المجتمع. واحنا دائما نسال نقول لعد وين هاي الجهات اللي هي مسؤوله عن تثقيف المجتمع، عن توعيته، عن محاوله اخراجه من الظلمات اللي دي يعيش بيها الى النور؟ يعني ليش ما نشوف هذه الجهات ان كانت دينيه ان كانت علميه توجه الانسان العراقي بالطريق الصحيح او صوب الطريق الصحيح؟ استاذ اللي وعي الشعب العراقي والكفو والنزيه كلها طلعت برا العراق. منك وحط ايدك لا تسأل من عندي، لان انت 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 لو تجي انت ملفقي لك تهمه، انت لو طب العراق ملفقي لك تهمه، انت مازال صوت حق وتناشد بحق العراقيين ما يريدوك انت وغيرك وكل كثره نزمت برا. نعم. سيد ابو عبد الله انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. يعني يبقى هناك امل ان شاء الله، لأنه يعني دائما ما تتغير الأمور لا يبقى شيء على حاله ثابتا إلى الأبد، لكن في النهاية أيضا لابد على العراقيين أن يعوا حجم الخطر الذي يحيط بهم، خاصة الفئة من المجتمع اللي للأسف لا تزال مخدوعة بأحزاب العملية السياسية، بحكومة السوداني، ببعض الجهات إن كانت دينية أو إن كانت حزبية أو إن كانت سياسية التي يعني تختبئ خلف عباءة الدين أو عباءة الورع والتقوى أو اليد البيضاء الطاهرة النقية، واليد الأخرى ملوثة بالدماء، ملوثة بالفساد، بسرقة المال العام، بسرقة أموال الفقراء واليتامى والمحتاجين، بسرقة المال العام، بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني كل هاي الأمور موجودة اليوم في العراق عن طريق كثير من الأشخاص اللي يديرون شؤون هذا البلد، وإحنا عندنا للأسف أكو مجموعة لا تزال تؤمن وتقتنع وتصدق بهؤلاء. فإحنا نحتاج إلى وعي، نحتاج إلى تثقيف لهذا المجتمع من كل النخب العراقية إن كانت على المستوى العلمي أو على المستوى الديني، في سبيل إخراج هذه الفئة التي لا تزال تقبع في ظلمات الجهل والتخلف إلى النور، لأن البلد هذا بتكاتف أبنائه سيستطيع إن شاء الله أن ينتهي من الطغمة الفاسدة. دعونا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. يقدر خبراء أن أكثر من 50% من طرق العراق متهالكة ولا تصلح لسير المركبات بسبب الفساد وسوء تنفيذ الطرقات وعدم صيانتها بشكل دوري، ولا تنفك معاناة الطرق بالنسبة للمواطنين العراقيين حتى مع مشاريع الطرق الجديدة، حيث تتفاقم معاناتهم. فعند إجراء تعديل أو تبليط أو إكساء أو تعبيد لأي طريق من تلك الطرق يتم تحويلهم إلى طريق آخر يمكن أن يوصف بالطريق البديل، وهي طرق متهالكة فضلا عن أنها ضيقة ولا تستطيع أن تستوعب العدد الكبير من السيارات. مواطن عراقي تحدث عن المعاناة التي يعاني منها هو ومن يقود سيارته أيضا في طريق بديل يربط بين الحلة وبغداد، حيث يعاني الطريق البديل من التهالك من كثرة المطبات الصناعية والحفر، علما أنه يمتد لعدة كيلومترات. والسبب في نقلهم إلى هذا الطريق هو أن هناك صيانة في الطريق الأصلي. دعونا نشاهد. السلام عليكم. هاي المهزلة الصغيرة على الدولي، شوفت عينكم طريق طوله 7 كيلومتر، هذا وضعه. ليش؟ لأنه أكو إعمار بالسايدة رايح لبغداد، تخيلوا هذا كم شهر راح يبقى مغلق. طبعا الازدحام مرعب بين تريلات باصات سيارات صغار كلها كل الأنواع، هذا الشارع هيج حتى التليفون ما يستقر. نستمر مع هذا الموضوع ونبقى في محافظة البصرة، أو ننتقل إلى محافظة البصرة عفوا، حيث اشتكى أحد المواطنين من غياب الرقابة وضعف الأعمال في طريق العوجة بقضاء أبو الخصيب، حيث الآليات المخصصة للعمل في هذا الطريق الحيوي محدودة.
وطالب الجهات الحكومية بمتابعة الأعمال وجعله بنظام عمل صباحي ومسائي لحاجة الأهالي الماسة لسرعة إنجاز هذا الطريق. دعونا نشاهد. بالنسبة للشارع الحوزي طلب الخصيب، أنت شوف وين المسؤول، وين قيم مقام الخصيب على مجلس المحافظة المحافظ، يعني هذا شارع حيوي، هذا شارع مدخل قضاء كامل. ما أعرف جايبين شركة، ما أعرف، هذا شفل واحد حاجة لوحدي، يعني إذا الشركة بس خربت الشوارع. شوف التراب، شوف الطسات، أبارك ما داخل مدخل قضاء، ما أعرف، ما أكون رقابة. هسه هذا المفروض شارع حيوي، هذا المفروض الشغل بي، يعني شفتي، يعني شفت صباح وشفت مساء. شوف هاي الشركة اللي تحفت بواري ما أعرف شنو وخلته وراحت، هاي ظالها هيك مدخل القضاء، وهاي هاي صارت تقريبا 4 أشهر 5. شوف شوف هاي كلها تلمى تراب، هاي البواري طاقة المياه، المفروض شارع حيوي الشغل بيه شفتي صباح ومساء. كهرباء ماكو على اهل العوجي بحجه جاي نشتغل بالشركه، وهاي الشركه هاي الشباب ماكو اي شركه جاي تعمل بالشارع. فاحنا ناشد السيد محافظ البصره سعد العيداني، قائم مقام الخصيب الاستاذ باسل، اعضاء مجلس المحافظه السيد اطياف، هاي الشركه الله وكيلكم بس هذا الشغل هاي حس شوي نص ساعة وروح البيت، وما أعرف مشتكى لله يمتي في هذا الشارع ما أعرف. طيب مشاهدينا نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. تحدث أحد الناشطين عن الفشل في مشاريع الطرق بمنطقة العشار في محافظة البصرة، حيث أفاد أنه تحدث سابقا أكثر من مرة عن سوء تنفيذ المشاريع، حيث رصد أحد الطرق بالقرب من فندق اليرموك وقد ظهرت فيه تخسفات بعد يوم واحد فقط من تعبيده. دعونا نشاهد. عشرات الفيديوهات وثقتها على مشروع العشار ما قاعد ينفذ بطريقة صحيحة وما حد يستجيب، والكارثة والطامة الكبرى الشركة استمرت على الفشل، تنفذ بالفشل وما حد يحاسبها. هذا الفيديو لك يا محافظ البصرة. البارحة تبلط هاي الفلكمار عبد الله بن علي بجانب فندق اليرموك، امام فندق اليرموك تبلط البارحه، ما احكي لك على رداءة، تعال شوف بنفسك رداءة التبليغ. هاي اليوم خسف، وحتى لا حد يقول لك هاي بلوعه او مطريه، لا لا هنا ماكو شيء. هاي المطريه وين حجينا؟ وين المطريه؟ هاي المطريه وهاي الخسفه، يمتى تبلط هذا حجي؟ بارح. وهذا هاي الخسفة اللي صارت يعني يوم واحد. تفضلوا. هاي الخسفة اللي صارت. زين كيف بعد 3 أشهر؟ بعد 3 أشهر هذا الشارع شنو؟ أثبتنا لكم عدة مرات المهندس المشرف على المشروع ما قاعد يتابع عمله وما قاعد يطبق ما موجود بالتندر وما حد يستجاب. وهذا المشروع مع العشار راح ينفذ ورا 3 أشهر 6 أشهر العالم راح تظل تدعي عليكم مليارات تصرف وتنفيذ فاشل. نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. حمزة يقول: للأسف هذا كله هدر للمال العام، ولا حسيب ولا رقيب. تعليق من علي يقول: تبليط ثمانينيات ما يخسف، المشكلة ماكو رقابة وفحص على تبليط الشوارع، كل تبليط شلون ما كان ومليارات. محمود يقول: الرشوة سبب هذا الخراب. خالد يقول: ماكو متابعة، كل الشركات تابعة إلى جهات أخرى. حيدر يقول: شت ناشد المحافظ، لا هي بالعطل لا هي بالعطل. وضياء يقول: شت ناشد، هي كلها شركاتهم، ياهو اللي يحاسبهم. كانت هذه بعض التعليقات مشاهدينا الكرام. ننتقل إلى الفقرة الثانية، الانفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على ملف ازدياد وتيرة الإعدامات في الفترة الأخيرة، تزامنا مع تأكيدات حقوقية على أن الإعدامات في العراق ممنهجة
التي تنفذها الحكومة ضد السجناء محكوم عليهم بالإعدام تجري استنادا محاكمتهم تجري استنادا إلى اعترافات ملوثة بالتعذيب. وأجمعت هذه الأوساط على أن عمليات الإعدام تتم بموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بل وإلى مستوى جريمة ضد الإنسانية. ولفتت إلى أن عمليات الإعدام وعمليات الاستهداف الطائفي هي أفعال ممنهجة وقد وضع أسسها الاحتلال الأمريكي بالتوافق مع إيران ومع عدد من الأنظمة الحاقدة على العراق. وأشارت إلى أن عمليات الإعدام التي تسرع بها الحكومة الطائفية هي بتوجيه إيراني من أجل رفع الحرج عنهم عندما يصدر قانون عفو مخجل والذي سينال النصيب الأكبر منه أصحاب الجرائم وتجار المخدرات ومن الممكن أن يفرج عن عدد قليل جدا من الأبرياء. دعونا نتابع هذا التقرير. مشاهدينا نصل الآن إلى فقرة الهاشتاج. جدد الخريجون القدامى مطالبهم بإنصافهم وشمولهم بالتعيينات من خلال وسم الخريج القديم أحق بالتعيين مؤكدين على ضرورة التدخل العاجل ورفع الظلم عنهم فهم منذ سنوات يتعرضون للإقصاء والتهميش من الحكومات المتعاقبة التي لم تبالي بمعاناتهم في ظل ارتفاع معدلة البطالة واستشراء الفقر على نطاق واسع. في منصة إكس بعض التعليقات على هذا الوسم. آلاء تقول: سنوات طويلة من التهميش لحقوق الخريجين القدامى ولم ينصفهم أحد، حان وقت إنصافنا، أعمارنا لا تتحمل التأخير. تعليق لدينا من جوهرة تقول: قضية الخريجين القدامى هي قضية إنسانية ويجب على الحكومة الحالية حل هذه القضية ومنح الخريجين القدامى المهمشين منذ السنين حقهم وتحقيق مطالبهم المشروعة. أم زينب تقول: ينتظر الخريجون القدامى أن يرفع الحيف عنهم لتحقيق العدالة. وأمين يقول: مستمرين بالمطالبة ولن نتراجع حتى تحقيق مطالبنا المشروعة دستوريا وقانونيا. أصحاب القرار أنصفوا هذه الشريحة المظلومة. بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.